باسمك اللهم نبدأ وعليك نتوكل ومنك يا الله نطلب التوفيق والسداد يا رب العالمين. هكذا تتواصل الانطلاقات وتتواصل الأشواط، شوط يليه شوط، وها نحن وإياكم في انطلاقة جديدة ضمن انطلاقات الخير والبركة، انطلاقة جديدة وموفقة بعون من الله تعالى وتوفيق. انطلاقة شوطنا السادس الخاص بسن القعدان الإجداع من مسافة 6 كيلومترات لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ هنا في ميدان التحدي، هنا في ميدان الشحانية. أبدأ بداية مع مقدمة الشوط لكي أتابع وأراقب من يحتل المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام اللي على أول الأسماء، من يتقدم مشيرب مشيرب يا مشيرب على أول المراكز، مشيرب من يقود المسيرة بالشعار العنابي هنا هجن الشحانية على أول الأسماء، يقدم لنا مشيرب في عملية التضمير. هنا المشاغب محمد بن خالد العطية من يقود المسيرة، من يقدم لنا هذا الشعار. المركز الثاني أتابع الحضور من غالب هجن الشحانية والبرنس جار الله بن محمد بن عقيل مقدما لنا في هذه اللحظات غالب يا غالب غالب على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع محير محير في هذه اللحظات يصل هنا لهجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، ينطلق المدهش على المركز الثالث ويقدم لنا محير على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الحضور وأتابع الانطلاقة من قبل لافي، لافي من لفى لافي من حضر هنا بشعار هجن الرياسة، ويتقدم في هذه اللحظات أحمد بن مطر بن مايد الخيالي مقدما لنا لافي على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الحضور والانطلاقة من قبل السريع لهجن الرياسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيالي مقدما لنا هذا الشعار، مقدما لنا هذه الانطلاقة، هذه المؤسسة الكبيرة. ولكن العودة إلى الإمبراطورية الكبيرة، إلى هنا مؤسسة هجن الشحانية وانطلاقتها، وهنا على أول الأسماء من غير في هذه اللحظات، من غير إلى أول الأسماء غالب 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 بشعاره العنابي يقدم لنا غالب في عملية التضمير. برنس المضمرين وبرنس الرموز، برنس الأشواط الكبرى والمهرجانات الكبرى، يتقدم جار الله بن محمد بن عقيل مقدما لنا هذا الشعار، مقدما لنا غالب من يقود المسيرة، من يتحكم بزمام الأمور، من يتحكم بمفاصل الشوط. ولكن المركز الثاني، المركز الثاني محير 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 محير، أبناء الغرافة ينطلقون في هذه اللحظات مع الشعار الغرفاوي هجن الغرافة، تتقدم ويقدم لنا في هذه اللحظات محير على المركز الثالث.
الفنان المدهش سالم بن عامر المدهوش مقدما لنا محير على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات الرئاسة لتقدم لنا هذا الشعار، يقدم لنا لافي أحمد بن مطر بن مايد الخيلي الفيلسوف يتقدم ويقدم لنا في هذه اللحظات لافي، وأيضا الحضور أيضا الانطلاقة مع المركز الرابع مع انطلاقتي وتحديات السريعة هجن الرئاسة. أحمد بن مطر بن مايد الخيلي ينطلق على المركز الثالث وعلى المركز الرابع المركز الخامس. أتابع الحضور، أتابع مشيرب، مشيرب على المركز الخامس، هجن الشحاني والبرنس محمد بن خالد العطية من يقدم لنا مشيرب على المركز الخامس. ولكن العودة وين؟ العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصراع، العودة إلى أول الأسماء، العودة إلى مقدمة الشوط حيث تابع غالب. غالب يا غالب يا غالب، غالب على المركز الأول، غالب من يقود المسيرة في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 على هذا الحضور. هجن الشحانية مع المركز الأول، جار الله بن محمد بن عقيل مقدما لنا هذا الشعار، مقدما لنا انطلاقتي وتحدياتي. غالب كيلوين ما تفصل، ما تفصل عن الفوز، ما تفصل عن الانتصار، ما تفصل عن الناموس. يا برنس المضمرين، يا جار الله يا بن عقيل، ينطلق على المركز الأول، يقدم لنا غالب هجن الشحانية. ولكن الرياسة، الرياسة احضرت، الرياسة احضرت بجماهيرها وتاريخها العريق، يقدم لنا في هذه اللحظات لا في يا بن حمدون، لا في يا بن حمدون. أحمد بن مطر بن مايد الخيلي وصل الخيلي وقدم لنا لافي على المركز الثاني. المركز الثالث محير، محير، محير مع هجنة الغرافة والمدهشة سالم بن عامر المدهوش القادم مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الحضور من قبل السريع لهجن الرياسة، هنا يتقدم أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. يا سلام يا سلام، الله 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 الله. المركز الخامس أتابع اللي على خامس الأسماء، أتابع الحضور من قبل النخش لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران. المري وصل، وصل الذهبي وصل، ولكن الكيلو، الكيلو الأخير، الكيلو الكبير، الكيلو المثير. يا برنس المضمرين، يا برنس المضمرين، وأيضا الفيلسوف والمدهش على المركز الثالث، هجن الشحانية على المركز الأول، هجن الرياسة على المركز الثاني، الغرافة، هجن الغرافة على المركز الثالث. ولكن غالب، 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 غالب لا يزال على المركز الأول. غالب واللحظات الأخيرة، غالب والأمتار الأخيرة، تحرك في هذه اللحظات لافي، تحركت الرياسة وتحرك بن مطر، تحرك بن مايد وطار مع لافي. ولكن غالب لا يزال صامد، غالب لا يزال صامد، غالب لا يزال هو البطل. الله يا الأمتار الأخيرة، يا الأمتار النهائية. ولكن
الرياسة 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 مع لافي، الرياسة مع لافي، أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. سلام 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 على هذا الفوز والانتصار الكبير، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني غالب لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل المري. المركز الثالث إذن تهانينا تهانينا والف مبروك لهجن الرياسة على فوز لافي بالمركز الأول، والتهاني موصولة لأحمد بن مطر بن مايد الخيل. التوقيت الزمني لحظة الوصول 9 دقائق 26 ثانية، 3 أجزاء من الثواني. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني كان الوصول من قبل غالب لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل المري بدون أي أوامر. 9 دقائق 26 ثانية و43 جزءا من الثواني، بينما جاء في المركز الثالث اللي هو السريع لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. 9 دقائق و27 ثانية و11 جزء من الثواني. تهانينا تهانينا والف مبروك. المركز الرابع كان الحضور من قبل محير لهجن الغرافة سالم بن عامر المدهوشي، والمركز الخامس وصل النخش لهجن الشحانية سالم بن